بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 17. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نستكمل كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية في موضوع الواسطة بين الله وبين خلقه. قال رحمه الله مبينا الفرق بين الواسطة التي تكون بين الملوك وبين رعاياهم، وبين ما يزعم من الواسطة بين الله وبين خلقه. قال: فهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. الوجه الثاني: أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم، وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك. والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه، تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه. والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو إذا نفع العباد بعضهم على يد بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة. ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلم، ومن يرجوه الرب أو يخافه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا بخلاف الملوك، فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك وقد يكون شريكا في الملك،
وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم، وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذنهم، والملوك تقبل شفاعتهم تارة لحاجتهم إليهم، وتارة لخوفهم منهم، وتارة لجزاء إحسانهم إليهم ومكافأتهم. الله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني. قال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة، يعني عند الملوك في الدنيا. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأخبر أن المشركين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم بين الشيخ رحمه الله أن دعاء الخلق بعضهم لبعض شفاعة، ولكن لا بد لهذا الدعاء من شروط، وهي أن يكون المدعو له مسلما غير مشرك، وأن يدعو الداعي بما يصلح. فقال: ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع، والله قد أمر بذلك، لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا أن يأذن الله له في ذلك، فلا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء للمشركين بالمغفرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقد ثبت في الصحيح أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية لله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. وكل داع فهو شافع، ولا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب. والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فللالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. وبهذا القدر نختم هذه الحلقة، على أن نستكمل بقيتها إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.